اللي خايف من التكييف كهربا ومصاريف، عندك ايديا عن ماي ديا؟ واللي معلق ابنها علشان نسيه شغال، عندك ايديا عن ماي ديا؟ اللي تكييفه في الحر ما بيسقعش، عندك ايديا عن ماي ديا؟ واللي الصيانه مطنشاه ومقضيها في البانيو، عندك ايديا عن ماي ديا؟ تكييفات ماي ديا من اكبر مصنع للاجهزه المنزليه في العالم، باقوى تبريد واقل استهلاك للكهرباء وافضل صيانه بضمان 5 سنين من ميراكو. تكييف ماي ديا يستحمل ويعيش.